حضرتكم في نشرة فنية جديدة من تلفزيون اليوم السابع، هنعرف من خلالها أهم الأخبار والأحداث والترندات الفنية. وخليني أبدأ مع حضراتكم بأهم العناوين. وفاة الإعلامية ماجدة عاصم بعد 5 سنين من وفاة نجلها الفنان عمرو سمير. انطلاق تصوير مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز الجمعة الجاية. طارق لطفي يقدم مسلسل مذكرات زوج في رمضان. عرض فيلم فضل ونعمة في السينمات من بكرة. وأول خبر معانا النهارده، رحلت الإعلامية ماجدة عاصم صباح اليوم الثلاثاء بعد 5 سنين من رحيل ابنها الفنان عمرو سمير خلال زيارته الأسبانية 2017. تشيع جسمان الراحلة من مسجد في الشيخ زايد ودفنت بطوار نجلها عمرو سمير بمدافن طريق الواحات. ماجدة عاصم هي إحدى مذيعات القناة الثانية، وقدمت مجموعة من البرامج الفنية أشهرها برنامج ذكريات وحكايات. وعانت الراحلة مرتين، المرة الأولى برحيل نجلها بشكل مفاجئ في أسبانيا. وخليني أفكر حضراتكم بقصة رحيل الفنان عمرو سمير. هو اتوفى عن عمر نفس 33 عام، وكان بيقضي أجازته في أسبانيا مع صحابه. وجه الروم سيرفيس يقبض عليه وهو يصحى عشان خلاص مسافر، ما حدش رد عليه، فدخل الأوضة لقاه نايم، قعد يفوقه، كان خلاص اتوفى. وكان قافل الرقم مكلمه والدته، فالروم سيرفيس كلم مامته هي اللي تلقت الخبر وانهارت. وبعد مرور السنوات وقبل رحيلها ب4 شهور، عانت من مرض السرطان الذي انتشر في جسمها وظلت تحاربه حتى رحلت صباح اليوم. وتاني خبر معانا النهارده، الجمعه الجايه يصور النجم كريم عبد العزيز اول مشاهد مسلسله الجديد الحشاشين، المقرر عرضه في رمضان الجاي من انتاج سينرجي واخراج بيتر ميمي وتاليف عبد الرحيم كمال. يشارك في بطولته جانب كريم عبد العزيز كل من فتحي عبد الوهاب وشريف سلامه وعدد كبير من الفنانين. وهيقدم النجم طارق لطفي مسلسل درامي في رمضان اللي جاي بعنوان مذكرات زوج، وهو مسلسل مقتبس من روايه بنفس الاسم للكاتب احمد بهجت. ومن المقرر ان يقدم المعالجه الدراميه للمسلسل المؤلف محمد سليمان عبد المالك، حيث يتعاون عبد المالك ولطفي للمره الاولى في مسلسلات رمضان. وكان طارق لطفي قد قدم مسلسل جزيره غمام العام الماضي الذي فاز بافضل مسلسل في مهرجان القاهره للدراما في نسخته الاولى التي اقيمت الشهر الماضي. وشارك في بطوله المسلسل فتحي عبد الوهاب ومي عز الدين واحمد امين ورياض الكولي وعدد كبير من الفنانين، واخراج حسين المنباوي وتاليف عبد الرحيم كمال. اخر خبر معانا النهارده، هينزل فيلم فضل ونعمه في دور العرض السينمائي من بكره. الفيلم بطوله النجم ماجد الكدواني والنجم هند صبري وتاليف ايمن وطار واخراج امام، وتدور الاحداث في اطار كوميدي. دي كانت اهم اخبارنا الفنيه النهارده، انتظرونا في نشرات فنيه من تلفزيون اليوم السابع.